بالحق يقول لك اخذ ما انت تعاركتي واخواتها المراه باش تاخذ ارض ومراه باش تفلح. يا روح المراه راهي ماهيش عيب انه تفلح، المراه ماهيش عيب انه تزرع، والا المراه سامحني في الكلمه اللي نلقاوها تصب في كهرباء، والا نلقاوها معناتها شد حانوت يقول لك المراه كيفاش المراه وكيفاش هكا. ليه بكلنا لازمنا نكونوا هكا، وثم طاقه ايجابيه، ثم رجال يعتقد يقول لك المراه يقول لك الدنيا فيها مساواه كيف المراه والراجل. بالعكس، علاش ما نعتبروش المراه اختنا اختي يا رجال؟ علاش الرجال ما يعتبروش المراه معناتها حاجه باهيه في تونس؟ وسامحني فيها الكلمه، ولولا نساء تونس راهي البلاد ما قامتش نتاعها. هو لولا نساء العالم جمله، راهم فماش عالم ما فماش توازن ما بين الاناث والذكور. اكيد وبالحق رانا نكونوا رانا جونتي معاهم ونقدروهم بالحق، لخاطر قاعده نشوف القانون اللي قاعدين يحكيوا عليه نتاع المساواه ماهوش قاعد يطبق. وانا يديوغ نسال سؤال، علاش ماهوش قاعد يطبق؟ هو صحيح يطبق، اما ثم بلايص ما يطبقش فيهم زعما عليه؟ والله انا سالت السؤال هذا ما لقيتلوش اجابه، وان شاء الله نلقى له اجابه. حاضر، دونك ميرسي بوكو على تفاعلك مدام خلود، شكرا لهذا التدخل الرشيق. دونك افكتيفمون اليوم تحكينا مدام خلود تقول لك صحيح نحن عندنا قانون ينظم قسمة الورث، صحيح نحن اليوم عندنا قوانين اللي تنظم فيهم وتعطي فيهم حق المرأة كما تعطي فيهم حق الرجل، ولكن تقعد ديما عقلية، فما شكون ينفذ فما شكون ما ينفذش، فما شكون يعمل بيه فما شكون ما يعملش بيه. راهو كي نقولوا ما يعملش بيه راهو مش معناه هو مشى للقانون ووقع رفض، راهو مش هذا، راهو كي نقولوا راهو معناها مفاهمة داخلية بينات بعضهم، يقول لك لا ما عندهاش الحق. هي لو كانت تلتجأ جوستومون اللي كانت تحكي عليها تو مدام خلود المرأة ذي للقانون أكيد باش تاخذ حقها، أكيد. ولكن اليوم ما نساوش اللي مازلنا بعقلية نقسموا ما بينات بعضنا، ما يدخلش معانا حد براني، دونك نحن نعرفوا ما لازمنا أكثر من غيرنا. دونك مازال اليوم نحن حتى كي نمشيو في الكياس لفات مرأة تبدأ تسوق في كهرباء ديما يقع التنمر عليها، كان وقفت في ستوب ولا وقفت في فو على خطرها مرأة، كان زمرت ولا دارت عيمين ولا في عوض يسار على خطرها مرأة. ولكن اليوم كنجي ونركز في الكياس باش تلقى عدد حوادث المرور اللي يسبب فيها الراجل اكثر من اللي تسبب فيها المراه، وبالنسب وبالاحصائيات مانيش قاعدين نقولوا في كلام هكاكا دوك، ولكن نحن استنسنا اللي عنا صوره معينه عن المراه، تلك الكائن الضعيف الناقص عقلا ودين اللي ما يعرفش يتصرف، اللي ياسر عندها الجانب العاطفي يخدم اكثر من الجانب المنطقي، اللي تتكلم برشا اللي تتكلموا اكثر من اللي تفعلوا. دوك هذه هي الـ 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 المفهوم او الفكره اللي عنا على المراه اليوم، اللي قاعد يسود اذهان المجتمع نتاعنا، اللي يسود مجتمع في اذهاننا زاد كيف اللي نحن نعرفوا اللي هو اليوم نحكيه على مجتمع ذكوري بامتياز. دوك رغم القوانين ورغم الاتفاقيات الدولية ورغم اللي تقعد تحقق فيه اليوم مرأة من نجاحات في سعيد المجالات، معناها على الصعيد العلمي الاقتصادي السياسي الكل، اليوم باقي نحكيه على الصورة متاع المرأة المصغرة والضعيفة. نجمش رغم اللي انت قلته سونيا، لكن ديما نرجع ونقوله رغم اللي الاحصائيات تبين اللي من ناحيه التمدرس نسبه الاناث اكثر من نسبه الذكور، رغم اللي كي نجيو ننظروا للجانب الاقتصادي في تونس نلقاو نخزروا لم عملنا نشوف نسبه العماله للمراه اكثر منها بالنسبه للرجل. صحيح. رغم اللي كي تمشي للقطاع الفلاحي وتجي تشوف نسبه العاملات الفلاحيات هما نساء اكثر من كونهم رجال. فوالا، اذا احنا كي نجيو على نسبه البطاله نلقاوها اكثر عند الرجال اكثر من عند الاناث. دونك كي نجيو نشوفوا نلقاو اللي على المستوى التطبيقي والعملي ونحبوا نقدموا بالبلاد، هذه البلاد تحملها المراه، تهزها المراه وتقدم بها المراه حقيقه. اثنين، اللي ربيت لك ولدك اللي هو وصل واللي ربيت لك اخوك هي امراه. اذا احنا رانا واقعيا عندنا ما يثمن
للمرأة دورها، يبينها اللي هي قادرة على المساواة مع الرجل، على الخوض في جميع المجالات وجميع الوظائف والامتياز والتميز فيها، لكني في نفس الوقت هذه الكل تحارب منظومة مكتسبة أو منظومة موروثة فوالا. قاعدة تحارب في الموروث. احنا عندنا ناس توا الأغلب تلقى برشا عباد اللي كي تحكي معاهم يقول لك أنا نحب بنتي تقرا، نحب ولدي يقرا، يعتز بنته اللي وصلت، يفتخر بنته وبناته اللي وصلوا، اللي ولدوا بنته وصلوا إلى مراتب متقدمة، يقول لك أنا تعبت على صغاري، أنا الحمد لله وصلتهم. لكن فما مناطق أخرى لا تزال فيها فكرة اللي البنية يبطلوها من القراية باش يكمل خوها يقرأ على خاطر ظروف اجتماعية بين قوسين، أو على خاطر الوالدين مهمش مقتنعين اللي هي يلزمها تكمل ليه، أو ولا عيب تبجيل تبجيل الذكر على الانثى، او عيب جمله شو البنيه تخرج من الدار سي ولات صبيه يلزمها في الدار، ما كانش تكتب وتقرا سي يعني. فما عندنا مواطن كيما مواقع في تونس جغرافيا مازالت متاثر فيها الفكر هذا، ونفس الحكايه اللي حكيتها مدام خلود بكري من الناحيه نتاع الميراث، راهي فما عائلات او فما مناطق معينه في تونس راهو موروثهم الثقافي هذاك، المراه ما تورثش مع اخواتها، عيب واكبر عيب كوني تقف لخوها تقول له اعطيني حقي، ولو انه الله عز وجل اقر لها حقها في الميراث، معناها ما ينزعها في حد، لحرم الله وارث. لكنهم هما نلقاو تضارب ما بين المجتمع والثقافة المجتمعية في منطقة معينة ولا عائلة معينة مع الواقع القانوني أو الشرعي. هذا هو دونك قد ما نسمع وقد ما نعيش وقد ما نسمع إفكتيفمون توت سويت نمشيو مع فقرتنا عجيب وغرايب مع نور. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. في عجيب وغريب اليوم ما باش نحكيو على غريبه، اما باش نحكيو على ظاهره طبيعيه كونيه اللي هي زلزال اللي صار اليوم. زلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا اللي يعتبروه علماء الزلازل والجيولوجيا حول العالم واحد من اقوى زلازل على الاطلاق. بلغت قوه الزلزال 7.8 درجات واللي تبعته هزه ارتداديه بعد 11 دقيقه بالضبط، بلغت قوتها 7.6، تسبب في دمار وخلف الاف القتلى والمصابين. برغم التدخلات اللي صارت والمساعدات، أمل توا فما مئات الأشخاص تحت الأنقاض، توا ما خرجوهم وناس قاعدة تموت. إيطاليا زادة بعد اللي صار حذرت إدارة الحماية المدنية متاحة في بيان من احتمال حدوث تبعات للزلزال عند السواحل الإيطالية. فوالا تنجم توصل تسونامي. ووسط المواطنين متاحة أنهم يبعدوا على المناطق الساحلية واتباع الإرشادات خلال الوقت الحالي. فوالا هذا هو دونك اليوم فقرتنا في عجيب وغرايب اللي هو الزلزال اللي شاب دونك تركيا، دونك تركيا وسوريا والعراق افكتيفمون ولبنان افكتيفمون، دونك البريسك البارتي هذيك الكل، معناها احنا نقولوا لا بلاك لا تكتونيك دو بلاك، الكل هذيك البلاك كلها افكتيفمون شملتهم. كيف كيف اليوم من بين الحاجات اللي قاعدة تداول في نفس الخبر هذا في نفس السياق، دونك اللي هو وقع معناها فما امرأة معناها وضعت جنينها تحت الأنقاض، معناها وقع معناها إنقاذ الجنين ولكن هي فارقت الحياة تحت الأنقاض، دونك ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يرحم كل موتى هذا الزلزال، وإن شاء الله ربي ينجي أكثر ونلقاه أكثر عباد تنجى منه، وإن شاء الله ربي يحمينا ويسترنا ويستر بلادنا ويستر بقية بلاد العالم كأجمع وبلاد المسلمين خاصة. دوك هذه هي فقرتنا عجيب وغرايب مع نون. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. دونك هذم هما من بين الحاجات اللي قاعدة تصير دونك اليوم، راو اللي في المرصد الجوي قاعد يحذر على تقلبات دونك الطقس في البلاد التونسية ابتداء من يوم الأربعاء، دونك شلا ربي قدر الخير نحتاط وناخذوا حذرنا وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. دونك نعاود ونذكر سادة المستمعين نجموا يتفاعلوا معنا على 70 035 120 ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجوا تخليوا كومنتاريتكم فيما يخص موضوعنا اليوم اللي نحكيه فيه اللي هو المساواة بين الجنسين، ما بين المساواة والعدالة. يقول لك فما فرق كبير في تناولهم في الفكرة
اليوم شو اللي قاعد يصير على أرض الواقع في بلادنا وشنو اللي قاعدين نسيغوا فيه حبر على ورق راهو ماهوش قاعد يطبق ماهوش قاعد يأخذ بعين الاعتبار. رانا نشوفوا فيه في شوارعنا نشوفوا فيها في ديارنا نشوفوا فيه في مؤسساتنا عمومية بأكملها. دوك اليوم ما نلقاوش اللي فما حاجة اسمها عدالة ومساواة، بالعكس لولا ساعات يقع قمع الامرأة في العديد من المجالات. وقتلي نحن اليوم نشوفوا عدد ضحايا العنف ونساء الضحايا العنف افكتيفون النساء المعنفات، دونك نلقاو نسب الامراه المعنفه طالع برشا ملغري اللي فما برشا قوانين تحط في رق مختصه افكتيفون البحث في جرائم العنف مسلطه على المراه والطفل، ومع ذلك قاعده تتفاقم نسب النساء المعنفات. اليوم وقت اللي نحكيو على مؤسسه عموميه تدخلها المراه لا يقع تبجيلها، بالعكس دونك تشد الصف كيفها كيف اي مواطن اخر. دونك هنا بتاتخ تقول اي مش بينا ما ما طبقنا كان المساواة كان على الجانب هذا شو ما نطبقوا في شو حاجات اخرى. اليوم وقت اللي تمشي كيف كيف للسبيطار مستشفى تلقى المرأة معناها تتوجع اكثر من الراجل، ولكن لا يأخذ بعين الاعتبار ياخذ بعين الاعتبار ترتيب الناس اللي جاي اول باول. دونك اليوم نحكيو كيف كيف زاد على مساواة. دونك فما مجالات اللي الحق للامانه قاعد يطبق فيها المساواة، ولكن فما مجالات اخرى اللي ماهوش قاعد يطبق فيها مبدا المساواة. السؤال يطرح نفسه علاش نجلة علاش في حاجات نطبقه في حاجات لا، على خاطر نرجع ديما للشخص اللي متحكم في المال في ال في الم في الميدان. احنا قلنا مجتمع ذكوري دونك نطبق المساواة وقت اللي هي تواتينا وما نطبقوهاش وقت اللي ما تواتيناش. ديما نرجع لك الموروث متاعنا، تلقى ديما اكا كلمة هذي كامرا على خاطرها امراء ما تنجمش ما تقدرش، الغلطه ديما نحطوها للمراه ما هي على خاطر مراه هي قلت تي بلي سيسه تو باش تاخذ تناقش فيها تي مراه راهي مراه راهي اكل نظره اكل الدنيا او النظره اللي فيها نوع من التمييز السلبي ايواش هي اللي تكون موجوده مش عند الناس الكل باش نكون واضحين فوالا راهي مش عند الناس الكل راهي برشا ناس تحترم المراه وبرشا رجال يقدر المراه خاطر هذيك اش معناها راجل يقدر المراه ويحترمها وهي زميلته في العمل هي زميلته في 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 الحياه هي زميلته هي شريكته في حياته كان مرته هي بنته هي اخته هي اللي يحترمها هي اللي يقدرها هي امه اللي يحطها تاج فوق راسه. دونك راهي فما برشا رجال تعرف تعطي قيمه المراه وتحترمها وتعطيها قدرها، وبالنسبه لي هو ذاك علاش احنا نلقاو المراه في القوات المسلحه التونسيه نلقاها في القوات الامنيه نلقاها في المجالات المتعدده احنا الحمد لله كدوله سهوله تلقاها المراه في الصفوف الاولى وفي جميع الميادين. احنا الحاجه نحمد على ربي مقارنه بالدول العربيه راهي مجاوره لينا رانا سباقين المراه راهي لاقيه دور كبير دايوغ نحن الدوله العربيه اللي 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 ما يخضعش قانون الزواج الى تعدد الزوجات. احنا اول دوله حطت ما يسمى بالصديق القيرواني اللي هو يميز المراه ويجعلها تمنع رجلها في الوقت هذيك باش يتزوج عليها الا بارادتها وبرضاها، وتحط مع ابو جعفر المنصور اللي كان هو امير المؤمنين وحاكم في الامه الاسلاميه قاطبه. لكن احنا قوين من قبل اصلنا بربر لكن حاربنا على حقوقنا حتى فما رجال راه يتساند بالحق في حقوق صحيح. المرأة ويسعى يقول لك المرأة ذيك بنتي نحب نظمنا لحقها هذيك أختي هذيك كذا. لكن في الشق المقابل نلقاو زيدا ذكور اللي راه روحه من الناحية أعلى مرتبة أعلى مرتبة المميز أعلى شأن ومرتبة أعلى شأن ومرتبة واللي يتمظهر فك العنف فك الدنيا وك النظرة الدنيا ولا التقليل واللي نلقوه للأسف زيدا ساعات يتمظهر في الجانب الاقتصادي اللي يشغلوا برشا نساء لكن يخلصوهم أقل من راجل نفس الخدمة وساعات أحسن وأكثر ساعات عمل لكن يخلصوا أقل اللي هو يعاقب عليه القانون ومع ذلك نلقاوه موجود في واقع فوالا موجود. محمد بي ديما باش ناخذ الجانب الرياضي في الحاجات هذايا بي قال سيدي باش نمشيو للجانب نتاع المراه اللي عملته أنس جبر ما عملوا حتى رياضي ولا اي انسان معناها في المجال هذاك باش وصلت الحاجه هذيك بي بالنسبة لحاجة أخرى علاش نحن ديما قاعدين نشوفوا الراجل ديما أكثر
أعلى مرتبة باش تلقاه، خاطر كما نقولوا نحن باش نشوفوا نحن شنو وحشتنا. انا مثلا باش نخلي اكثر ميراث الروحي، باش نخلي اكثر فلوس الروحي، ليه قول نقسم معاك ما فهميش ناخذ قد قد، فهمتني؟ او القسمه باش تكون حسب الدين نتاعنا، ما نساريش انا خواتي، فهمتني؟ ناخذوا نحن بالعقليه هذيك، خاطر شكون باش يطلع خاسر فيها؟ باش يطلع الراجل هو اللي خاسر، فهمتني؟ كي بقات العقلية هذيك فينا كما قالت مدام نجلة مجتمع الذكوري، فهمتني؟ فوالا نحن هذاك شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو انو نحن فينا في الخدمة زادة كيف كيف برشا عبيد تلقى حتى ينجم حتى يقلبها في فلوس، اي برا تو نخلصك التتليف هذاك اللي سامحني في الكلمة، اللي برشا في اي خدمة باش تخدمها راه اللهم كليش نقولوا نحن شهرين مسمر في حيط معناها هذيك هاكا باش يصبولها وكذا، اما نحكينا على خدمة معناها وحدها باش تخدم وكل شيء، ليه جملة يا باش يقلبها يا باش تصير اي حكاية، حتى راه تبدا مرأة باش تخدم مثلا مع مرأة اخرى، فهمتني؟ حتى معناها ما نقولوش راجل ولا حتى مرأة باش تخدم مع مرأة اخرى، خاطر الحكاية بقات ديجا في مخاخنا، ديجا في عقليتنا الحاجة هذيك، فهمتني؟ كسوا عند الرجل ولا عند المرأة. فوالا واضح افكتيفمون. نون شا عندك ما تقول فيه الموضوع هذا؟ سؤال بليتو هذا سهل نحكي والصباح والنظر والضرورة أهمية المساواة، أما كله يبقى نظري واللي أهم منه الممارسة التطبيقية. إحنا الكلام سهل أما الفعل يجيب وراء. إفكتيفمون دونك القوانين كلها تقعد في الأقجرة، واليوم كي يقولوا تقعد في الأقجرة راهي مش الدولة، نحن مش نحكيو على الدولة، نحكيو على المواطن كيفاش هو في رواحنا. إفكتيفمون مادام مازالت البلاتو نتاعنا معبية بالقضايا وظواهر العنف المسلطة على المرأة، شيء ما تبدل اللحظة هذه، يعني وصلنا احنا في القرن 21 وما زلنا نسمع اللي فما مرأة عنفت ومرأة هينت ومرأة رفضت على خاطرها مرأة مش على حاجة أخرى، بس خاطرها مرأة فوالا ما عندهاش حتى ذنب. هي اخترت باش تكون مرأة مثلا. فوالا إفكتيفمون هو اليوم حتى في الأساليب التربوية متاعنا مازلنا نبجلوا الوليد، كي يجينا وليد بكر نفرحوا به، كي جاء الطفلة نغضبوا نحن، كي جاء اللحمة الكبيرة للراجل وذاك أخوك ويلزمك تخدم خوك ويلزمك ترد بالك على خوك ويلزم الماكلة الباهية لخوك ويلزم تسمع كلام خوك ويحزر عليك خوك عاجي، أما أنت حتى كي تكون الكبيرة في خواتك يلزم خوك أصغر منك يحكم فيك. إفكتيفمون يلزمو يحكم فيك، والكلمة كلمته وشورة شورت، وتدخل كان برضا وما تخرج كان برضا وعليش تلبس هكا وعليش تلبس هكا وعليش تقرا وعليش هذيك صاحبتك وعليش تعمل هكا وعليش تبع في هذيك وعليش تجيب في هذيك وعليش تمشي لهذيك. دوك اليوم من غير ما نشعروا حتى بيدنا نحن في ديارنا موجود هذا الشيء عندنا. دوك اسكو نحن اليوم قاعدين نربيو في صغارنا على مبدا المساواه ما بين الجنسين، والا قعدنا بالصوره التقليديه نتاع نحن نجيب وليد نفرحوا به، نجيب بنيه بلوز او موان نفرحوا بها، ولكن ديما العقلية والبجلة للوليد أكثر من البنية. نجد ديما نرجع ونقول راه لهنا تختلف من عائلة لعائلة. أيوة. حسب نسبة الوعي عند الأبوين والعيلة هذيك، راهي فما عائلات خرجت منها الحكاية أصلا مشي مطروح عندها الموضوع عندهم هما كيف كيف كيما ولدي كيما بنتي. دوك سيد المخرج يقول معانا مكلمة كاتفية نستقبلها مع بعضنا. لو على السلامة. عسلامة مدام سونيا. أهلا سيدودة بالغالية، شنحوي لك يا للا لباسة؟ صحتك بخير بفضلك الحمد لله، شكرا على تفاعلك. مرحبا بك مدام سيدة، نستنى في صوتك من بكري، قلت لك راك شرفنا وي ونسنا صوتك، نقول وقتاش باش تدخل معانا ويني. نعيشك عزيزتي ربي يخليك. مرحبا بكم كل الناس تضحككم. عايشك مرحبا محمد. عايشك ربي يخليك. سمعت سلام تاعي ساعة ولا السلام اليوم اللي بعد فاتك سلام يا مدام سيدة، فاتك سلام. وإحنا قلنا مصاب مدام سيدة تطلع سما أي مرتين وفي البدوي اللي أنت تحب عليه. ونحن ديجا ذكرناك أول الحصة، قلنا إن شاء الله تكون مدام سيدة في الاستماع لخاطر فاتها مرة اللي فاتت سلام متاع البدوي متاع محمد شرا. مسالش ما في دلوني عودوني دلوني عودوني إن شاء الله كان قعد لنا وقت نوعدك نعاودو. قال مره اخرى قلت لي قعد لنا وقت وما عديتوني. باه عطانا نحاولوا في ساعة عن صوت المداخلات نتاعنا ونحاولوا نعاودو على خاطرك. مسالش خطوه مساحه سيره وحكيت دقيقه. حاضر باهي مالا اعطينا مالا رايك في الموضوع وديريكتومون لانسي ولا سلام نتاع محمد. مرحبا بنور. عايشكم مرحبا يا نور.
مرحبا بك. وين رنوش؟ اليوم على غالب تتغيب لاسباب صحيه، ما كي ترجع معنا غدوه ان شاء الله. مل عليها ان شاء الله. سلامتك يا الف سلام عليك يا رنوش. ضحكتني ما دار نزلك. قالت اي والله هذيك هذيك المراه ما تكلمهاش ضاقت نضحك. هو على كل المساواه يتوا ولات راهي الحقيقه في العصر هذايا حتى 2023 ولات المراه ولات كل شيء معناها مع مع الرجل. ولا كانت التاكسي مثلا كانت التاكسي للراجل فقط. ولينا نشوف تو مراه في التاكسي. سياقه الطيارات، الطيارات قدام رجل ولا تو مراه تسوق الطياره. القطار، الحافله، الكل لومبيلونس كانت للرجل ولا تو المراه تسوق تسوق لومبيلونس. يعني العديد ما فماش هذه صعيبه. هذه صعيبة عليها المرأة. يمكن أحيانا حاجات رفع أثقال ولا مثلا حاجة كاميرا، أما مثلا تو ولات كل شيء حاجات الصعيبة صعيبة اللي عملها الرجل ولا تقوم بها المرأة. كذلك كما قلت أنت الطبخ تو من أشهر أشهر الطبخين هما الرجال. الحلاقة وإن كان أنا فما حاجة مدام صنيا الحقيقة أنا مانيش معاها مثلا في الحلاقة. رجل بو انا مشيت رجل قبل يرحمه معز الخضراوي ولا فتح الكيك ولا غيره. لكن ما نجمش ما نحبش بو يعمل لي شعري ايه، اما باش راجل يعمل لي مكياج وخاطر ما نجمش. راي ونحترموه. اي اي الحقيقه مشيت قبل الحاجه عمل لي هو شعري خاطر نحب حليت تبارك الله لي. اما كي جيت في المكياج قلت نجم هيك كل واحد ولا لي ميتو الحقيقه. اما كل شيء معناها لكن نشوفوا المراه مسكينه شوفوا تو المساواه المساواه المساواه. ولكن احيانا نلقاو المراه في كل شيء العنف ولا كان على المراه الحاجات الشد الصف كيف كيف المراه كالرجل برشا اشياء الاوجاع والحكايات الصغير البيبي ديما الام معناها هي اللي اكثر ولا. اكثر من راجل معناها تسهر يا تسهر ليلي وبخلاف التسع اشهر نتاع الحمل بخلاف الالام نتاع الولاده هذوما الكل اللي المراه اللي تحس بهم. اما والله تحكيت الوليد والبنيه ما عادش ما عادش توا ما عادش والحقيقه ولا كي البنات كي بالعكس والله فما بنات توا اللي فريمون اللهم تبارك الله عليهم يقوموا بدور الرجل بالقدا جدع بنيه جدع جدع ونشوفوا مدام صنيا اللي اول مراه اول طبيبه هي مراه الشيخ ماله اي ووقتها في قسم رئيس قسم النساء جينيكولوج. شفنا اول مراه تسوق الكهرباء رغم انه في الثلاثينات هي شافيه رشدي اول واحده تشوف تسوق الكهرباء. معناها نظر المراه من وقتاش معناها من الثلاثينات ومن الاربعينات معناها وهي معناها تعب يعني ومازلنا 2023 نحكيو عن المساواه والعداله بين النساء نحكيو عن المساواه والمساواه تغفر 2030 مازلنا معناها مازالت ماماتي ومازالت مازالتك المحافظه ومازالتك الحضاره ومازالت الفوطه والبلوزه ما تخرجش من الدار الفوطه والبلوزه معناها مراه تسوق الكهرباء معناها ما مرأة من قبل من قديم الزمان وهي المرأة المرأة التونسية قوية من قبل مش من أكيد فوالا نشوفوا كما قال الرياضة نشوفوا كرة الجبر ما شاء الله عليها معناها قداش برشا إنجازات معناها صحيح ما شفناش الرجل عملهم بالكل صحيح فوالا دونك يعطيك الصحة مدام سيدة دونك ميرسي بوكو على التداخل. اي تفضل قدم تحية لكل المستمعين كل المستمعين قدم تحية وخصوصا الأخ مهرة أخ مهران يوسف يوسف يعطيك الصحة مدام سيدة شكرا يعطيك الصحة توسن عايشك أحمد كلكم محليكم إذاعة الحياة عايشك عايشك مدام سيدة الحق محليكم زدت معنا زدت جيت مرة أخرى مدام سيدة مرحبا 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 إذاعة حياة أف مرحبا بيك
وحضرت في برنامج معك. جئتي اهلا وحللتي سهلا يا ليلى، مرحبا بك. دونك نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى. كل نسائل المخرج معنا مكالمه هاتفيه اخرى، ومن بعد اكيد باش نعدي وسلام تاع محمد لخاطر ناخذ في خاطر في مدام سعيد. الو على السلامه. هاي اهلا سي مهرة، رجعتني سي مهرة. جنجل بالانجلي قلت اليوم ما تعرف، نحن ما شاء الله الكومبورتمون سوسيال كل فيروس يتنقل من عدوى عدوى. دوك عديتنا نون اليوم بدات تحكي بالانجلي، برا قلت خلينا نعمل شويه مهارات، نوري مهاراتي وقدراتي علاش لا. ما شاء الله. مرحبا. قبل ما نبدا حديثي سلم عليك مدام سيده بالله. اي سمعتها تو. شكرا مدام سيده وربي يبارك لك. يعطيك الصحه. واخيرا واخيرا جبتوا كروني كيف تبرد على القلب بالحق. نور حتعرفش كم فيها تو، مش كم فيها في خاطري انا. احنا تو في القرن 21 نشوف المواضيع اللي نحكيو فيها. السلام عليكم الساعه السلطانه. سلام. مرحبا بك يا سي مهران. مرحبا، شرفتنا. ربي يبارك لك. الحمد لله. سي محمد بويكا. هاي خويا ربي يخليك. عايش خويا ربي يبارك لك. لاباس انت صباح؟ الحمد لله. مرحبا بك. ربي يبارك لكم. مرحبا ضيفتنا الجديده نور. على السلامه. مرحبا بك وعايشك على كلامك مزيان. يعايشك ربي يبارك لك. ما غير مزيان. فما حاجه قالتها نور مهمه برشا. سامحوني باش نبدا بها كلامي. اللي هي الفقره نتاعها عجيب وغرايب اثارت موضوع الزلزال اللي صار البارح في الفجر. قالت احنا تو في القرن 21 شوف ايش قاعدين نحكي، وقت اللي كل الدول اعلنت حاله الطوارئ لمده 48 ساعه. وهبطت جميع السكان نتاعها كل الدول من المباني العاليه. ومنعت مواطنيها من دخول البحر. وحطت وسائل الحمايه الكل الا تونس مانيش فاهم علاش. مازلنا في ثبات عميق نحن الحمد لله. لا احنا اقوى منهم ما شاء الله. نحن ما يجيناش الزلزال، احنا عندنا اجهزه تبارك الله زارعينها في الخطوط وفي الحر تحمينا ما شاء الله. احنا متطورين راه الثوره قديم. وشوف البرامج فاش يحكيوا على الطماطم وما نعرفش شنو علاش يحكي وقت اللي العالم كله مقلوب. شكرا بالله نور على اثاره هالنكته هذه. عايش. بالنسبه للموضوع المساواه هو انا راني ما نحبش نناقش فيها. مش نقول لك علاش جيت باش نناقش. تفضل. باهي. أول حاجة الساعة هي كلمة مساواة عندي أنا غالطة، خاطر ربي سبحانه عز وجل وقت اللي خلق سيدنا آدم وأمنا حواء نفس المستوى. يعني ما فماش واحد زايد على واحد. دونك لهنا مانيش مستحقين باش نحكيو على المساواة بين المرأة وما بين الراجل. المرأة عندها قدرها وعندها دورها في الحياة. والراجل كيف كيف. ما فماش هذا زايد على هذا. كلمة قالتها السلطانة قالت الرجال قوامون على النساء. مش نقول لك علاش قالت الحاجة ذي. قوامون راه في إقامة الشعائر الدينية. كما إمامة المسجد وكما تكبير الأحرام ما تنجمش تجي امرأة. مش معناها خاطر الراجل قوي على امرأة. لا. الزوز نفس القوة. والزوز نفس القيمة. عندي أنا. هموها على الأقل. وناقصات عقل ودين. راهي تقالت خاطر المرأة عندها برشا مسؤوليات. تنسى ياسر. هذاك علاش قالوا ناقصات عقل. وقالوا ناقصات دين. علاش؟ خاطر المرأة الدين نتاعها ماهوش كامل، عندها أعذار شرعية ما تنجمش فيها بعض الأوقات تصوم أو تحج أو إلى آخره. هذا اللي قالوا، حبيت نصلح فقط. لهنا إذا كان احنا مش نجيو للمساواة في القانون. باهي مدام. هي راهي باهية المساواة وكل إنسان ياخذ حقه. لكن القانون خممش شوية في الراجل. ومش نحكي لك على نقطة مهمة اللي تعاني منها أكثر نسبة من رجال تونس. أي قول لي. راني أنا سامحني أونتر بارونتيز، راني مانيش ضد المرأة بالعكس. المرأة إنسان مقدس ومهمة برشا في حياتنا. واللي ما عندوش امرأة في حياته راهي حياته ظلمة. هذا متفاهمين فيه ولا شك فيه. باهي. أكثر نسبة من الرجال تو يعانيوا في الحبوسات. علاش؟ على النفقه. همش نقول لك علاش مدام. وقت اللي هما يحبوا يجعلوا قوانين للمراه ويجعلوا لها ميزانيه وبيروات خاصه بها وشرطه. ايه صحيح. احنا معاه هذا. لكن شوف الراجل. علاش وقت اللي الراجل مسكين تدور عليه الظروف يتحط في الحبس. علاش؟ على خاطر ما تدفعش النفقه. يحط له انت خدمه ينجم يدفع منها. لا والادهى والامر يحطوا خمسه ولا سته شهور في الحبس. ويزيد هاك المده في السجن هذيك يزيد يماركيها عليه. وين هالمساواه لهنا؟ دونك لهنا مدام مو كيما نعطيه للمراه زاد نعطيه حق الرجل. انا راني ديما في تدخلاتي ديما راني مع المراه، مش معاها خاطرني ضد الرجال. لا بالعكس، خاطر انا نؤمن بحاجه اللي كل حد وقدره كل حد وقيمته خلقه ربي في الدنيا هذه.
ما فماش واحد زايد على واحد. احنا نقولوا مجتمع ذكوري، مجتمع ذكوري ونسمع فيها مجتمع ذكوري سينرمال، احنا فينا شعر سيدنا علي. سامحني انا عندي طفله سايبها على طرق ذراعها في السينما تقول لي انت متخلف في القرن الواحد والعشرين وما نعرفش شنو، خاطر احنا مجتمع ذكوري ما يجيش. رانا في الاخر مسلمين، رانا مسلمين ونهزوا شعر سيدنا علي. دونك لهنا اذا كان باش نحكيو على المساواه ينساويو بين الجنسين في القانون وفي الدنيا وفي المعيشه وفي الشرع، يا ما نساويوش خليها كيكه. واضح، هذا اللي حبيت نقوله انا مع الفكر اللي انا راني مانيش ضد المراه. واضح سي مهران، واضح. دونك الفكره وصلت والراي وصل. دونك يعطيك الصحه كالعاده، تدخل رشيق. شكرا لك سيد مهران. دونك نمشي ديريكتومون لفقرتنا. دونك اعطيني وذنك مع محمد قصراوي، نعملوها فيسع فيسع اهداء المدام سيده. اعطيني وذنك. هاي محمد. كتاباتي تجعلني اسوا لاننا شعب السياده، نناقش ونحلل ومن دون إفادة، لأن مرة واحدة لا تكفي، فقد عشقنا التكرار والإعادة، عشقنا التخلف وبالدين مصالحنا فيه نحلل وعلى احتياجاتنا نحرف. ألا تعرفون لماذا؟ لأننا شعب السيادة، نناقش ونحلل ومن دون إفادة. هذا شو سمعت بالعربية شعر محمد قصراوي، أذك علاش نقولها بالفلاقي وإن شاء الله تفهم المعاني. وصيتك يبي هاي في بالي بالعدل، ورثة إخواتي لثلث ولربع ولا يهزوا سواني، مش فخرة لكن هذا اللي عليه رباني. أي شريكم نحكي لكم حكاية في بلاد القانون، في بلاد يعرفوا الدين كان في الورثة وفي الفلوس، تو تعملوا بيوم حاجة كالذيق وقبرك مبؤس. لي عادم فدلك ما نحبكش تتغشش ومن كلامي تخرج منبوس. أوف تيش دخلني انا نقرا كتابي وكاو. نحن ميزنا انفسنا بالجنس، عشقنا الجهل الى الابد حين قالوا المراه مجرد جسد. اتعرفون لماذا؟ لاننا شعب السياده، نناقش ونحلل ومن دون افاد. نحن مسلمون للقران تقديس، لكن سرنا وراء القديس وجعلنا واسادنا بالوشوم وقرون ابليس. اخترنا المساواة نعرفوها كان في القانون. غمضت عينيا كعشقت ظلم بيتي، بعد ما عينيها زرقاء وماكلت ريحة تقول لك ما نشكيش بمولا بيتي. هذا هو، برافو. دونك ميرسي محمد قصراوي، هذه هي فقرتنا اعطيني وذنك. اعطيني وذنك. يقول لنا سيد المخرج معنا مكالمة هاتفية نستقبلوها قبل ما نخرج استراحة موسيقية. لو عسلامة. عسلامة. مرحبا. محلاها لما ومحلاها قاعدة الحفي. مرحبا، مرحبا بيك يا للا. دوك اسم الكريم. نوري خديجة معك. مرحبا بيك يا للا خديجة، وشكرا على التدخل متاعك في موضوعنا اليوم اللي هو المساواة بين الجنسين. نسمعوك يا للا. مرحبا. أنا يظهر لي مسؤوليتي هكا صعبة شوية. خاصة دخلت بعد الأخ ما شاء الله، يعني أعطى برشا هكا. لا ميسالش أكيد حتى رأيك فيه إفادة. أي أنا باش نحكي. مازلنا كما قالت نور في القرن 21، بالحق احنا في القرن 21 ومازلنا نحكي والتوى على المساواة وعلى المرأة والراجل راجل. فوالا. موجودة من غير ما نكذبوش على بعضنا، فهمت؟ أي. يعني المرأة توا أبسط حاجة، أبسط حاجة سوء تفاهم موجود. أيه. والعرك موجود. والمشاكل موجودة. أيه. حتى مرأة ورجلها أكيد يقع سوء تفاهم ولا يقع تقع عركة ما يجيش منه، يعني الراجل يطلب السماح. أيه. هي مرأة تمشي تتنازل وتطلب. أيه. والرجل ما يغلطش زادة. أيه. غلط ولا صحيح. أيه. غلط يعني غلط، وإلا سبحان الله يعني. أيه. هو تقع. أيه. أما باش الاعتراف أنها المرأة هي كائن يعني سبحان الله. أيه. كتلة من المشاعر والأحاسيس الداخلية سبحان الله. عندها يعني ما هيش من الحديد ومن الماء. أكيد. أحساس وقلب وأعصاب. أيه. وكذا، وتعدى عليها نهار كامل شي تعدى عليها. وفي نفس الوقت إذا ما كي تروح تعدي لهذاك وتعدي لهذاك وتجي مرلوطة وكذا وكذا عليه، وتقوم بواجباتها الكل. هي المرأة على خاطر هي امرأة. فوالا. فهمت كيفاش؟ ويصير راجل. خاطر راجل
لازم يبقى غادي وكل شيء مسموح ليه وكل شيء ينجم يعملوا ما ياخذ راحته واموره هانيه. اما في الاخر في الاخر هو راهو اذا كنت تعرف المراه قدرها المراه مراه تعرف قدرها اللي هي مراه بالحق وتكون عندها ثقه في روحها قبل كل شيء. الثقة في النفس راهي يعني جزء انك تفرض شخصيتك تفرض ذاتك تفرض روحك على العباد. انا بحكم توا خدمتي وحكم يعني نخالط في العباد برشا وكل ما زلت توا تجيني واحدة عينها زرقاء وتجيك واحدة باكي على الصباح وتجيك واحدة مهمومة وتجيك تسأل فيها شبيك تقول لك راهو قال لي وقال لي وعمل لي وراهو جرحني وراهو ضربني وراهو وراهو باري يمشي خذي حقك احكي على روحك التوى فاك اللي فيه في دارنا وفي عائلتي ليه وما يجيش منه وكيفاش نمشي وكيفاش معناها الوقت ايش نبقى الوقت المرأة يلزمها تحقق ذاتها ويلزمها تفرض رأيها ويلزمها تاخذ حقها قبل كل شيء. والراجل يعني انا على راسي الراجل هو ولدي هو راجلي هو اخويا هو خالي هو عمي فهمت على راسي يزم انا نقدره وهو زاد يعرف قيمتي ويقدرني هذا باش تمشي الحياه وباش تمشي باش نكملوا فهمت كيفاش على احترام المتبادل في كل شيء اختلاط موجود في الدار يعني مع راجلك ومع اولادك تخرج لبرا تمشي تخدم تلقى الناس تلقى ناس تتعامل معاها ناس تشوفها سبحان الله يعني اذا كان كل واحد يعرف قدره قدره الله لاباس قدره الله تبدا الامور مريقله وبشوي بشوي كما نقولوا حتى ولو بسيب بسيب يعني لازم واحد يفك باي ونفك حقوقنا ونحاول نعيش والله غالب يعني هذاك هو نتعايش ونعيش وكهو. السلام عليكم. يعطيك الصحة مدام خديجة. دونك شكرا لتدخلك الرشيق دونك كالعادة ما شاء الله. دونك سادة مستمعين فما كمام وعي بالله effectivement فما تفاعل فما وعي فما ناس ملمين justement بالقضية هذه قضية خطر هي تعتبر قضية اليوم نطرحوها اللي هي المبدأ المساواة بين الجنسين. نخرج استراحة موسيقية موسيقى بنا تستنى فيكم وقعدوا برانشي على 93 ما تلبوش الموجة وتسويت رجعين.